يا أهل مصر المحروسة، راحت أيامكم المنحوسة. يا أهل مصر المحروسة، غدا الفرح والأفراح، غدا زواج الأميرة شجرة الرز على الأمير الليمبي هريسة ابن المهروس. والحاضر يعلن الغايب، يا أهل مصر المحروسة. الليمبي هريسة ابن المهروس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتوا يا سيدي؟ بقول لك بكره فرح السلطانة شجرة الرز على الأمير الليمبي. سمعتوا المنادي؟ سمعنا، سمعت الرعد في ودانك. الله يرحمك يا قمر الدين، كان زمانها ليلتك النهارده. وكان زمانه بقى السلطان ومدلعنا آخر دلع. يا سيدي خلاص بقى. هلا؟ ما الحي يبقى من المي، واللي بيروح بيجي غيره، ما بتقفش على حد يعني. يا عم ويمكن الخير يجي على قدين الليمبي. صحيح والله. الخير على قدوم الوردين، بيقول لك بكره فرح، يعني فتة وهوبر واللازم منه. في بعد كده خير؟ والله العظيم طول عمرك حمار وهمك على بطنك مفجوع. بقى احنا بنتكلم في حال البلد يا بلد، وانت بتتكلم في هنجر الفتة. ليه محسسين ان انتوا ما بتشوفوش اكل؟ هو انا حرمكم الحاجة؟ هو انا مش لسه عازمكم اول امبارح علشان دوتشات كبدة عند المملوك؟ هوا هوا. قشطة؟ ده انت اللي قشطة. بقولك ايه؟ ابغى تكوني بتغيري من النسوان الرقصات. اكون عارف. قشطة يا جو. قشطة يا شجرة. هل اعجبك العرس؟ قشطة؟ ده انت اللي قشطة. بقولك ايه؟ ابغى تكوني بتغيري من النسوان الرقصات. اكون عارف. قشطة يا جوي. قشطة يا شجرة. قوم. لا وجعتني قوي يا شجره، مش هينفع الكلام ده. انتظر حتى يتم تنصيبك. تنصيب ايه؟ دي تنصيبه سودا اللي انا فيها دي. انا رجليا دابت من الوقفه،
والشمس عماله كل ما تنقح ازيد، كل ما بعد عنك الشعب يطلع ريحه وعطم اجارك الله، كلب ميت واقف تحت. لم يحن الوقت بعد، انتظر دقائق. دقائق وبعدين اموت ولا اقعد على الكرسي؟ لمبي قشطه قشطه قشطه، مع انها مش هتستحمل في العطانه اللي احنا فيها دي، هتسيح في لحظه. خلاص. موتوني ولا ايه؟ اركع. لا اركع ايه؟ حرام، الركوع لغير الله مزله. اركع يا لمبي. شجره عيب الناس والرجاله كده والناس. اركع. حاضر. سامحنا يا رب والنبي. سامحنا يا رب. السلطان اللمبي عاش السلطان اللمبي عاش السلطان اللمبي عاش السلطان اللمبي. مبروك يا حبيبي وشريكي في العرش مولاي اللمبي. الله يبارك فيكي يا رب بحق جاه النبي، يجعل عتبة خير علينا وفتحة زي الفل ان شاء الله، وتبقى احسن من اللي قبلها باذن الله ان شاء الله. مش بشتر خير انا، مش بشتر خير. ودلوقتي يا مولانا السلطان. نعم. هتعمل ايه في هجوم لويس التاسع على المنصورة؟ هتسيبه يدخلها زي ما دخل دمياط؟ هو دخل دمياط؟ ايوه دخل دمياط دون علمي. وبيلعب فين الواد ده اللي دخل دمياط؟ بيلعب ايه؟ ايوه يعني هو باك ورك ولا هجوم؟ ورك؟ ما تقولش اي حاجه انا اللي هتكلم، فاهم؟ ايه اللي انا اتكلم ده ايه؟ اصحي، مفيش حريم تتكلم هنا، وانا سلطان بلاستيك ولا ايه؟ اقعدي هنا، اقعدي يا بنت، انا بقول لك اقعدي، اقعدي هنا. الشاب العظيم العتيق، طبعا انتوا كنتوا عارفين ان امبارح كان ليله دخلتي وكلكم حضرتوا في قلب الصوان، وطبعا المفروض واحد زي هي في ليله الدخله يبقى ازازتين بيره متفلتين، ها، وقاعده وحجرين والصباعه وهي ترقص لي وكده. يعني بقى ليله الدخله لو انتوا عارفين انما رغم كده سبتها في قلب السرير من اجل ماتش بتغلي وتنكت في نفسها وهي سكرانه طينه ومريضه ومفيش، خلاص بقى استوت. وكل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر مصر، ام الدنيا، حبيبتنا. فكرت ازاي الفرنسويين انا اعمل لهم خازوق يقعدوا عليه وابرموا وراح حافظ بصامونه من فوق عشان ما يتخدعش تاني. عاش السلطان اللمبي عاش السلطان اللمبي عاش السلطان اللمبي. وطول الليل رغم ذلك في ليله الدخنه قعدت افكر ازاي انهي على خميس السابع عشر لويس. نعم لويس. قعدت افكر كتير ازاي انهي على بوليس السابع عشر لويس. يا عم هو كل شويه يغير اسمه ولا ايه؟ اسمه ايه؟ لويس. ايوه قلت بقى لويس ده لازم نعمل له خطه ما تخربش الميه. لذلك فقد قررت ان الفرنسويين يدخلوا المنصوره زي ما دخلوا دمياط، نسيب لهم الايه؟ الساحة مفتوحة. هيخش على ايه؟ على بني غازي؟ فين؟ المنصورة. المنصورة هيخش على المنصورة؟ كويس، احنا هنفضله الشوارع ونفضله الحواري ونفضله البيوت بتاعتنا ونخش نسلمها له بيضة مقشرة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اخلصي؟ انا ما عنديش حريم تتكلم قدام الرجالة ولا ايه؟ ايه يا بنت؟ المأذون موجود يطلعنا الوقت ورقة واحدة وخلص. الله. وشعب المنصورة هيروح فين يا جناب السلطان؟ سؤال ذكي من واحد كلب زيك. احنا هنستناهم فوق الاسطح وهنطبخ لهم كمان. وهنطبخ لهم كمان؟ ايوه نطبخ لهم. نطبخ لهم بقى ايه؟ زيت مغلي بالزعفران، ميه وسخه مغليه بالحبهان، حل الجزم، شربات، ايدهون، اي حاجه مواعين احذف من فوق. وفي نفس اللحظه الجيش المصري على اتصال بيه في سينا، وهيجي لنا مسافة السكة يخش يحرر المنصورة ويرد تاني عن طريق المحور في 4 ثواني و100 ثانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاش الجيش المصري! عاش الجيش المصري! عاش سلطان البلاد! عاش سلطان البلاد! عاش الجيش المصري! عاش الجيش المصري! عاش السلطان الليمبي! عاش السلطان الليمبي! زود لهم سكر وشاي عشان خاطر الدنيا تتظبط. ها؟ والآن أيها الشعب الكئيب العظيم، انصرفوا، انطلقوا، عيشوا في بلادكم بحرية، ولكن اللي هيغلط هطير رقبته، أما اللي مش هيغلط برضه هطير رقبته عشان يبقى عبرة لكل من يعتمر. هيا يا العمل، انتشروا بقى يلا. بطيلة يا عم تبه هو. لا إله إلا الله يا عم، طول عمركم هتفضلوا قاعدين كده؟ الشعب الغلس ده نطيان انت هو. لا ما يلا يا نمشي انت هو يا يا ولاد ال... يلا يلا انت هو يا يلا يلا ما يعني بعد ما قتلتلك قمر الدين تروحي تتجوزي اللي اسمه الليمبي ده؟ يا خسارة يا تربال، كنت فاكراك ذكي. ده انا ببعد عنك الشبهات. انا اتجوزته وبعدين طلعت اشاعة ان هو اللي قتل، وبعدين يبقى يتسجن بقى ولا يتحرق. وابعد عنك الشكوك. شكوك ايه دي بس اللي انت عايزه تبعديها عني؟ وانت فاكره انك هتبعدي عني الشكوك دي بان الليمبي يبقى سلطان مصر؟ الليمبي؟ الليمبي يا مولاتي ده فضحنا في كل حته، ده مش عارف اي حاجه، ده بيقولك لويس والخميس وبوليس وادري. مولاتي شجره الرز ترضى على نفسيها انها تتهزق قدام شعبها ويقول لك اقعدي هنا ما تتكلميش؟ ها؟ والمأذون اللي جوزنا هيطلعنا ازاي يا مولاتي؟ ازاي؟ يا طربال انت عندك مشاكل كتير قوي، انت خرقت عين حمامه وماشي في كل حته يقول انت فين يا زينات، انت فين يا زينات، وعندك مشاكل مع التتار. انا ببعد عنك المشاكل، وبعدين انا هقول ان هو اللي قتل قمر الدين وخلاص بقى، نلبسها للمبي وبعدين تبقى بعلي وسندي وشريكي في العرش. ومتى سيتم كشف زوجي الخائن هذا الليمبي؟ كل شيء بميعاد يا تربال. قلبي سينفجر بحبك يا شجرة الرز. فلينتظر قلبك يا تربال. يبقى مين اللزوز؟ خادمك تربال يا مولاي. ايه مهدياته وبلاش كروتة، عملها قبلك. دائما دائما تسعون الى الحكم وانتم غير شرفاء، وتسعون اليه في كل زمان ومكان، وتستخدمون الدين ستارة لتداربوه على دناءتكم. يلا برا برا يا زلزع برا يا يلا بره اجري لما على الجنوب بتاعت الحصان. امر مولاي. يلا هيا هيا ولا تتلكع ايها الجساك. مولاي ده احنا الاثنين عرش واحد دقيته عندي وعندك. اه يا شجره احد. مولاي السلطان، إن قلبي يشتعل نارا بلهيب حنين. حنين، خذني في حنين يا سنين الحنين. هيا بنا نصعد إلى غرفتنا ونضرب رغيفين سمين. سأذهب إلى الحرم لك يا مولاي. طب فوق. طيب قشطة. ايه فستان؟ فستان. فستان يا معذر، بفكرك عايزة فستان تلاقيه ونطلع نضرب سنين. ده ايه الهم والحكم القرف اللي الواحد قاعد فيه ده؟ هذا قرف. صفوا العمانة، ما بيدوك كام هنا؟ ادوك ايه مدالين؟ بس يعني ما هو اديني قاعد زي زيك اهو. ايه اللي حصل؟
قال لك الحكم ودينا قعدنا في الكرسي قاعدين بنعمل ايه بقى؟ ولا حاجة. عاطل قاعد عاطل ذكروني و يا اهل مصر الطيبين انت دار جايين انت دار جايين يا مصريين انت دار جايين انت دار جايين يا مصريين اللهم احذرك اللهم بشر اللهم بشر انت دار جايين انت دار انت دار خلي بالكم الحرب يا مصريين الحرب يا مصريين الحرب يا مصريين دين في العطل اللي الواحد فيها دي مدادك الحكام بيتعبوا بيعملوا ما هم قاعدين على الكراسي اهو ولا في اي حاجه خالص مش اي مصلحه كده احنا عطلانين على الفاضي مولاي السلطان اللمبي واحد من الدهماء عايز يقابلك يا مولاي اذا اذهب اقعد كلم ودخلوه ايه ده؟ نينجا ولا ايه؟ مين انت؟ نينجا؟ ازيك يا لمبي؟ من انت؟ الله يا عم مين انت عملت لي دي كده كأني تحتيها عمر المختار؟ مين انت؟ مش عارفني؟ مش واخد بالي انا جدك هريسة جد هريسة؟ اقعد مكانك انت ايه في مرض معدي عندك ولا حاجة ولا ايه؟ القصر كله جواسيس القصر انت جواسيس ايوه لا ما تخافش ده كومبارس لنا معانا اسمعني يا ابني ايوه هيموتوك وهتبقى كبش فدا يموتوني وابقى كبش فدا ده مين دول اللي هيكوشوني ويبقى فحشنا ده شجرة الرز وتربال شجرة الرز وتربال كده انت بقى قلتلي طب وبعدين هعمل ايه؟ كده اللعب على المكشوفة اجد واريد لازم تشوف لك حل في اللي هيحصل انا منك وعليك وكده كده ايوه هتعرف طريق الكنز مدام ظهرتلي ويبقى اجلي قرب المخطوط بيقول كده بس انت واخد البلد ورايح على فين؟ ايه واخد البلد ورايح على فين؟ لا ده انا بتكتك تكتكة للبلد رايح على فين؟ اللي راح على فين؟ ما تخافش بس هي هتبقى حلوه ان شاء الله ما تقلقش اهم حاجه بس عايزين نخلع من هنا والكنز وكده يعني لمبي ما قدامناش وقت فعلا احنا فعلا ما قدامناش وقت لازم نتصرف باقصى سرعه جدا ان احنا ناخد يومين اجازه نفكر فيهم يومين ايه؟ ثلاثه ولا ايه؟ ولا ثلاثه ليه وانا هتعدم ولا ايه؟ اديك قلتها بعظمه لسانك اسمع يا لمبي ايوه إيه انت بتتكرع ولا ايه؟ لا بقى من ظهري ما انا ظهرك ما انا شايفه انت هتعمل لي فيها بلطجي كمل ها في بنت هنا من الجواري ايوه بيقولوا انها الوريثه الشرعيه لحكم البلاد ايه ده وقفت كده ليه؟ يعني وقفت المفاجاه زي الحركه بتاعتك دي اقعد عشان اكمل هي الوريثه الشرعيه اللي انا هي الوريثه الشرعيه ايوه اشاعه سمعتها من سنين وبيقولوا ان البنت دي من اصل هريسي ايه وقفت كده ليه؟ بس عرفتها انا بقى دي انت عارف دي مين بقى؟ بنت كانت رقاصة عمالة ترقص وكنت عمالة اقول لها ايه؟ يا بنت دي ايه؟ دبانة ولا دبور اللي في كتفك دي؟ يبقى هي دي بقى عم هريسة ايوه دي بقى تعمل ايه بقى البنت دي مالها؟ البنت دي لو حكمت هيبقى انقاذ حياتك في ايديها البنت دي لو حمكت هتبقى انقاذ طب و والأنسة الأميرة شجرة الرز دي هعمل فيها إيه؟ أحشيها في صباع محشي وأظبطها ولا أعمل إيه؟ شجرة رز إيه؟ وأنت ما بتفهمش أي حاجة؟ بقول لك البنت دي لو حكمت البلاد هيبقى براءتك في إيديها. أيوه يعني إيه الكلام ده؟ أنت كل ده وما فهمتنيش؟ يعني إيه والنبي؟ يعني هي البنت دي لو حكمت البلاد هطلعنا انا براءة ايوه خلاص يبقى انت بقى ظبط بقى بيني وبينها ومقابله كده في السكرت ها نقعد وناخد وندي مع بعض في الكلام في الحلاوه عشان نظبط بقى الاول المهم هنعمل ايه دلوقتي اسمع ايوه اسمع ايوه المهم انا سامع اهو اسمع يا عم ما خلاص هو اسمع ما تقول اسمع لما اقول لك قول لي اسمعني كويس ليه ده اتفضل
أنا حرمت المقابلة بينك وبين البنت دي. خلاص على خير الله. إذا كده أركان العملية كلها اكتملت، ولازم يكون في سرية تامة، وأنا أطلع على طول وإحنا نبلغ شجرة الرز باللي حصل عشان الكاسوس بتاعها. ولا إيه؟ سمعت آخر الأخبار يا أمير طربال؟ وهي الأخبار في المحروسة بتخلص. ده كل يوم يطلع خبر. قال إيه؟ يقول لك ده آخر خبر. طب ما تقول لنا بقى يا سي هضبة، إيه آخر خبر سمعته؟ سمعت يا سمو الأمير إن السلطان الليمبي ناوي يتغدى بسموك قبل سموك ما تتعشى بيه. بالهنا والشفا. ده كل المحروسة عارفه. وهو بقى ده آخر خبر؟ ده أنت اللي آخر واحد سمعته. وسمعت إيه كمان؟ وسمعت يا سمو الأمير إن السلطان الليمبي بيجتمع برجالته في السر لغاية اللحظة المناسبة يخلصوا عليك انت ورجالتك علشان يخلالهم الجو. الله! وانت عرفت ازاي بقى اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟ بس يا ضيع فلنت، ده انا المملوك هضبة والاجر على الله. انا اصلي ليا واحد صاحبي مهم جدا بيشتغل في قصر الليمبي. بيشتغل ايه في القصر؟ في المطبخ. اهو انت كده جبت المفيد. انا بقى عايز اعرف كل اللي بيتقال. وانتوا طبعا رجالتي وحبايب. بس خد بالك يا سمو الامير، الليمبي ده تعبان. حتى لو كان تعبان اقطع له راسه، وطبعا بمساعده رجالتي وحبايب. احنا خدامينك يا سمو الامير، خدامينك. لو عايزنا نقطع لك راسه ونقطع حالك ونسلخ لك جلده كمان. مساله السلخ دي سيبوها عليا انا. أنا هعرف إزاي أكسر سمه وأخليه عبرة لأي تعبان يفكر يقرب من قصر الأمير طربال. اتفضلوا امشوا انتوا دلوقتي، بس كل واحد فيكوا يمشي في طريق غير التاني، مفهوم؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا طردنا صح؟ طيب يا ليه هتروح مني فين؟ سلاف جيت في وقتك، كنت لسه بفكر فيك. القلوب عند بعضها يا أمير طربال. طول عمرك سخي يا أمير. اتحرك معايا بسرعة، أنا عندي أوان. أخيرا لقينا لوحدنا. أنا عمال أشاور لك وألف حواليك وأقول لك الدبانة اللي في كتفك دي الدبانة صح؟ طب بص بقى المفاجأة، أنا حواليك حاجة عشان تعرفي إن إحنا الاتنين من دم واحد. بصي. أنت مين؟ طب يلا اطلع الوقت عشان في حد بيراقبنا الظهر. يلا اطلع، في حد بيراقبنا. مفيش حد بيراقبنا. في كواسيس هنا. مفيش كواسيس. انا اللي بقول لك انت مين. اتكلمي تاني كده. انت مين؟ هو انت اللي بتتكلمي ولا؟ ايوه. لا والنبي بس انا عرفتك. إيه ده؟ انت محروس. محروس؟ محروس. انت محروس يا ست محروس. مين؟ انا اللمبي. انا اللمبي. لمبي؟ ايوه. مش مهم لمبي او محروس، المهم الدبانه على كتفك. بقولك يا أسألك سؤال، هو انت الامير الزينات حكمة العرش اللي هتقعده مفروض على العرش بتاع مصر؟ ايوه انا زينات الوريثة الشرعية. لا والنبي. ايوه. وايه اللي بيحصل ده؟ فرحانة يا محروس. يا ست محروس مين؟ قلتلك انا الليمبي. الليمبي
الله يخرب بيت ام محروس. طب يعني يعني ازاي يعني ابقى متاكد ان انت فعلا هتبقى قاعده على العرش؟ الدبانه بتقول كده. لا ونالي، هي الدبانه دي بتتكلم؟ ايه هو في دبانه بتتكلم؟ انت عبيط. انا برضك اللي عبيط. ايوه. المهم هنعمل ايه دلوقتي عشان ابقى ملكه مصر؟ حظك يا مصر، يا حظك الاسود يا مصر والشعب اللي بيتبهدل كل شويه. بقولك يا اميره زينات، انا من رايي كده تعيشي مع الجردل والمكنسه فوق وتلعبي مع الجواري، ها، وتعيشي حياتك وتربي باسمتك بقى كده. الشعب مش محتاج بقى دلة تانية اكتر من كده. لا مستحيل، انا لازم انقذ الشعب من الظلم والاستبداد. كفايه انهم خلقوا عين حمامه. يا حبيبي يا حمامه. انت يا بنت عندك كهربا زياده ولا عبيطه؟ انت بقيت ايه؟ بس اهدي، هجيب لك بطاطس وهجيب لك طعميه وكل حاجه ولحمه وكل حاجه، خلاص؟ ماشي؟ بس اهدي شويه. دلوقتي انا هساعدك. هساعدك عشان خاطر تمسك العرش، والله يكون في عون العرش اللي هتمسكيه ده. بس امانه عليكي تطلعيني براءه، لان هم مرتني في جريمه كده تربان وشجره الرز، وانا ماليش في الكلام ده. أنا جايب المفتاح أفتح الباب وأخش أخد الكنز بتاعي وأشوف السر اللي عند عم هارسة ده وأخد بعضه وأمشي على السيدة زينب. أنا تعبت، عايز أمشي يا سيادة الملكة الأميرة. ماشي يا حبيبي ما تزعلش، اتفقنا. على فكرة أنت لذيذ. حزب البلكونة هتبط. يا ترى مين اللي هيمسك العشر بعدها؟ جمعتكم هنا اليوم لأقف على أعتابكم وأذكركم بسبعة آلاف حضارة ورا، وشكلنا هنفضل على طول عمرنا ورا ورا. بصراحة مش شايف في حاجة تانية جاية. لذلك جمعتكم هنا أيها الشعب من أجل أن أقول لكم يجب أن نحصل على الحرية، الأمن والأمان. يعني ايش حرية؟ حلاوة طحنية. مقصود كلامي ان دونت ميكس طعمية على بتنجان، عشان ده بيعمل حنوضة، والحنوضة مش كويسة لانك انت بتبقى ترايف ساعتها، فيبقى ايه الوضع. وانا النهاردة جاي اكشف لكم عن الحنوضة اللي انتم مش عارفينها. البلد كلها عندها حنوضة. واحكي لكم قصة قتل الامير قمر الدين خشاب. كل سنة وانتوا طيبين. لمبي اسكتي يا ايتها الشنطاء. عاش السلطان لمبي. اسكتي ولا تتفرخفخي بالكلمة. ايها الشعب، لقد طعنه طربال التي استكردته الملكة، ها، وقالت له ان يقتل عمر الدين كل سنة وهو طيب، فقد طعنه طعنة ويا لها من طعنة، ثم طعنه طعنة أخرى ويويلها ويويحها من طعنة غادرة، فقد لفه وطعنه طعنة في الببو. وما أدراكم ما طعنة الببو؟ إنها طعنة مؤلمة تأتي بالبواسير، وأنزلت منهم ناسورة في آن واحد. يا ويحي يا ويحي، هل هذا يعقل؟ لا، هيا بنا ائتوني بقاتل البواسير. لا انا ما قتلتش حد. الليمبي هو اللي قتل طبعا في الحكم. وديكوا شايفين المساله مساله واضحه وضوح الشمس. قتل الامير عمر الدين علشان يمشي في جنازته وياخد مكانه الحكم. اقتلوا الليمبي الخان. اقتلوا الليمبي الخان. لا والله ما كده، ما صدقوش ده كذاب، والمصحف ده كذاب. انت والله ما ده كذاب، ما صدقوش يا جماعه. انا غلبان، انا مش من هنا يا جماعه، والنبي انا من
انا من القلعه والسيده زينب بعمل طعميه وفول وبتنجان مخلل وفلفل من اللي هو المقلي ده، عارفين اللي بيجيب النصور برضه. انا يا معلم الله يخرب بيتك يا لمبي، بوظت التاريخ. ربنا يديك منك يا عم هريسه، انت السبب. الله يخرب بيتك على خرب بيت الكند. ايه انت هتعمل لنا فيها مجنون؟ مجنون ايه يا عم؟ هو اللي مجنون ولا هو اللي قتل ولا لا؟ وحياه ابوك اللي تقولي. صدقوا اللمبي، صدقوا اللمبي، شجرة الرز هي اللي دبرت كل ده، شجرة الرز هي اللي دبرت كل ده. ها؟ أه؟ جاري ده؟ أخيرا ظهر الحق. ظهر الأمير لمبي. عشر أمير لمبي. عشر لمبي. ودوه على القبر هناك. دخلت من هنا في الشرق. اضربيها بالمبقاب. حطوه في الثلاجة. عشر أمير لمبي. أنت فين يا زينات؟ أنت فين يا لمبي؟ ايوه انا هنا يا حمامة. انت فين يا زينات؟ انا هنا يا حمامة. انت فين؟ انا هو يا حمامة. انت فين يا لمبي؟ انا هنا يا حمامة. انت فين؟ اهو يا حبيبي. فين؟ زينات فين؟ انا هنا. زينات انا هنا يا حمامة. هي وحلاوتها هي. امال فين؟ فين لمبي؟ ما انا هو انت ما بتشوفش ولا ايه؟ انت فين يا لمبي؟ انا هو يا حمامة. بقول لك ايه يا لمبي؟ ايه؟ خلي بالك التتار جايين. التتار جايين. حاضر. التتار جايين يا لمبي. حاضر حاضر حاضر. خلي بالك يا لمبي. حاضر. ما هخلي بالي خلاص. قولي له يا زينات. يا عم التتار جايين يا لمبي. يا عم ما خلاص عرفت يا عم ده الحرب. يا عم الحرب يا زينات. يا عم عرفت يا عم. على الطلاب الثلاثه عرفت التتار. الله يخرب بيت ام التتار عليهم. التتار جايين يا لمبي. هو يا اخي ده ما قلت لك خلاص بقى. ده انت سعيد قوي ان زعلت الكلاب ليه كده؟ التتار كفايه يا لمبي. بس خلاص انا هقولهم. تعال تعال التتار جايين يا لمبي. استنى بقى يخرب بيت ام التتار على اليوم اللي جبتك فيه. يلا قول يا حبيبي. يا عم انزل هو ده ناقصه خانقه هتقول لي اوه خلاص. الله يا شعب مصر المحبوسه، احب اقدم لكم الاميره بتاعتكم الجديده اللي هتجلس على العرش والمتحدثه عن الدايره بتاعتكم، دايرة السيدة زينب رمز الهلال الحاجة زينب علوي. عاشت الأميرة زينب علوي. عاشت الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. عاشت الأميرة للطبقة الكدحة. الحرب يا لمبي. يا عم اقعد بقى يقتلوه يا جدعان الراجل ده، والمصحف هو ده اللي شغل مع البلاد. يا ده قول لهم بقى حاجه بقى. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ قول لهم بقى ما انت الاميره هتقعدي بقى. لا في حرب فجأة. في حرب فجأة؟ ازاي يعني؟ ما لازم تحكمي. خش عليهم على طول اذا في حرب فجأة. لا قول انت قول. قول لهم انت كلمتين. قول لهم كلمتين. قدمني قدمني. الاميره زينات علوي عايزه تلقي خطبه حماسيه عن اهل دايرتها. اتفضلي قولي. تقدموا الى الجهاد. اطلع 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 اقعدي فوق. يلا سندباد ايه احنا ايه فاتحين كارت الاسبستون؟ لمبي. نعم مين؟ لمبي. عم هريسه. لمبي حبيبي. عم هريسه التتار على الابواب. يا عم ما انت هتخلون انت كمان. طيب بس انا حاسس بضعف. طيب. ايوه ضعف. ومعنى كده اني اجلي. ايوه قرب يقترب. يا الف بركه. تعالى بقى خدني من المكان الحر ده. تعال عاوز اموت في القصر. تعالى هموتك موت عسل. تعال عاوز اموت في اي حته دي. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. يحيى شهيد. تحيا شهيد. عاشت مصر حره مش محلاه. يلا 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 اخليني شويه يا لفي. يا بنتي يلا بقى. ده انت سايله قوي. الله ايه يا بنت الغلاسه اللي بتديها دي؟